لا انا اقصد الست التانيه الرقيقه ام شعر اصفر اللي كانت دايما بتغني مع بتمثل مع عبد الحليم حافظ، اسمها ايه؟ امينه رزق الله يرحمها. يا عم بقول لك الرقيقه البيضه ام شعر اصفر اسمها ايه؟ اقول لك فاكر الفيلم بتاع عبد الحليم لما كان هيموت ومسافر وهيعمل عمليه وهي قعدت تعيط على البحر وكانت ليله سودة كده في الفيلم، فاكرها اسمها ايه؟ شعرها اي مريم قمر الدين. مريم قمر الدين؟ اه، وكان معاه الست التانيه البيضه ام عينين زرقاء اللي برضه مثلت مع عبد الحليم وراحت معاه الملاهي هي والنابلسي وكسبت ارنب، عينيها زرقاء هي، اسمها ايه؟ اللهم صل. اه زبيبه ثروت. مريم قمر الدين وزبيبه ثروت كانوا في نفس هذا الفيلم. الفيلم ده نزل في رمضان؟ تقريبا. اه شفت؟ ده فيلم ايه؟ الخشاف السائع. شفت؟ خد بالك انت مضايقني لانك مش سريع البدينه معايا وده غلط. انت بدينتك ما بتلقطش معايا خالص. ده انت كلام حتى مش عارف تتكلم. تحب نعمل البلوفر دي؟ يا عم اسمها بروفا. بروفا؟ هنجيب ست منين؟ هعمل نفس الست لغايه لما تتمرن عليا ونجيب واحده ست. طيب يلا بس ابقى وجهني، انا نسيت الحاجات دي خلاص. يا عم انا معاك ستبن باي ستبن، ما تقلقش. معايا ايه؟ ستبن باي ستبن، يعني خطوه بخطوه. انت درست في جراش؟ في الكليه يا عم. يلا هنقعد نحاسب دلوقتي. اعمل زي العيال اللي بيقفوا على الناصيه في عماد الدين ده. اعمل. ها؟ ماشي. وانت معديه وعكسك انا وعلق بقى. ماشي يلا. بس حاجات فين الايام دي يا راجل؟ حاول تفتكر. حاول افتكر يلا. انت ماشيه بقى. اه. تعالى لي يا غالي وعنيد، تعالى لي يا ابن العبيد. وبعدين انت ما لفتش نظري. يعني ايه؟ اصل الست لما تعدي قدام الراجل لازم تلفت نظره. الست يا راجل انثى اجمل حاجه في الدنيا، النعمه اللي ربنا اداها لنا هم الستات. واحنا جزم ولا ايه؟ مش فاهم يعني. لا احنا نعدي مش بطال. اه انما الست يا راجل لازم عينيك تتلوح حتى لو مش حلوه. ممكن تبقى مش حلوه بس الجسم يا راجل والمشيه. فرس ده لو قصيره اهي. ايه دي قرده دي ولا ايه؟ عايزه موزه. ده ايه؟ ايه دي بقى؟ مش التخينه بقى اللي قوي دي. اه شفتها دي؟ ايه دي؟ اتوبيس اللحمه ده. يا لهوي يا لهوي، في رجاله يموتوا في النوع ده. اوه شفتها وهي ماشيه؟ لا. كل حته تلاقيها بترعش. مصنع ماشي يابا. شفتها ما بتلف؟ اشمعنى وهي بتلف؟ لا هي زينا كده تروح لفه. دي بتنقل يابا، بتنقل. بتجيب الفخده دي هنا 500 كيلو لوحدها ما شاء الله بتلفها. تقف تسخن الاول. البطارية ورا اهي. الله با بطارية تفضي توطي عبي ايدي. في لعب. طب اعمل ايه؟ انا مش واحدة ست، انا بحاول اساعدك. بس لازم اكون بعمل حاجة. اتصرف. بس حليت لك المشكلة. ايه ده؟ انا على الكورنيش بشوي دورة وانت معدية. ما بحبش الدورة. بطاطا؟ اه البطاطا حلوة. شفت الفكرة؟ اه شفت. بس خلي بالك الغزل هنا هياخد سكه تانية. ليه؟ غزل شعبي. يعني ايه؟ واحد بتاع بطاطا هيكون ايه؟ رئيس مجلس اداره. ده راجل غلبان يا عيني بيشوي البطاطا على الكورنيش ساعه العصاري عدت مزه. اه بلدي. اه ابتدى يقول بقى. صح. والمعلوماتك احلى غزل، غزل ولاد البلد. طبعا انا عشت مع الناس دول بقى وشوف الجمال بقى. اه سيبني بقى ايه اقول. ماشي. اه ماشي. سيبني ايه اقول. ماشي. بس خلي بالك بتاع البطاطا عشان يسيب البطاطا اللي هي رزقه وياخد باله من واحده معديه لازم تبقى هي. طبعا الانثى. امال ايه؟ وليه. امال ايه؟ طبعا جمال ما يخرش الميه. ماشي. انثى. ماشي يا عم ماشي. بالبلدي كده مرة.
حاضر يا عم. مرة. ماشي يا عم. يلا يا مرة. يلا يا صايعة. بحس بس بعيش في الشخصية. يا صايعة. جاهزة؟ يلا. البطاطا السخنة. كلوا من بطاطتنا. من الصبح محدش اشترى ولا نين. هو ايه ماله الراجل؟ محدش اشترى حاجة في أعصابه، فأنت اللي هتهدي أعصابه. اليوم المنجل ده جت كنيلة بأهي البطاطا إيه؟ سخنة معسلة. البطاطا السخنة معسلة. السخنة. البطاطا هتتحرق الله يخرب بيتك. السخنة المعسلة. سخنة معسلة. العجلة معفنة.